لماذا تسكت يا فخامة الرئيس السيسي عن مثل هذه الآفة التي تستطيع أن تنهيها بكلمة واحدة منك؟ أي ضابط كبير شريف في المخابرات يستطيع أن ينهي هذه الحالة بكلمة واحدة؟ اعتقلوا هؤلاء وأدبوهم. لماذا نلقى منكم هذه المعاملة السيئة؟ لماذا نلقى منكم هذا العمل فوق جرحنا وظلمنا ومأساتنا؟ أين هي الأصوات المصرية العروبية البطلة؟ العروبية البطلة؟ المشكلة تسيء لمصر، المشكلة تسيء لجيش مصر، تسيء لمخابرات مصر، تسيء لتاريخ مصر، تسيء لدور مصر في قيادة الأمة. لكي يتوقف هذا العهر وتتوقف هذه الاعتداءات على أهل غزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الآخر، أنت فلسطيني أو مؤيد للقضية الفلسطينية وتريد أن تناصر أهلنا المظلومين في غزة، عليك أن تحضر نفسك للتظاهر أمام السفارة المصرية. هذه هي الحقيقة باختصار، وهذا هو جوهر الحلقة وجوهر الموضوع الذي أنوي أن أتحدث فيه. أنا معكم عبد السلام عقل، أحييكم ونبدأ في هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والله غالب على أمره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد تمادي الشركاء في مصر في صب مظالمهم على الشعب الفلسطيني، تحديدا شركة هلا المملوكة لشيخ قبائل سيناء. طيب والمصري قديش؟ والله مصر موعد مصر بديل مع ناس عشان توفروا حالكم في شارف زي أهلك بيعرفوا في ربح عدوار العودة في شركة هلا. بعرفها شركة هلا. هناك 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 ينزلوا للي معاه جواز مصري بقلل يعني قليل، بطلع لهم $700. شركة هلا التي ذكرها الوسيط تعرف نفسها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك على أنها تقدم خدمات السفر والسياحة وخدمة نقل المسافرين VIP لمعبر رفح، وتنتشر مكاتب الشركة في القطاع وخصوصا في مدينة رفح الفلسطينية. الذي يقال بأنه شريك نجل عبد الفتاح السيسي. بعد تمادي هؤلاء في صب ظلمهم على الشعب الفلسطيني المحاصر المعفر بدمه، بعد تماديهم في استغلال الجرحى والمرضى والهاربين من أتون الحرب، بعد تماديهم في تدفيع الخاوة للفلسطينيين القادمين إلى غزة عبر الأراضي المصرية، الخاوة يدفعونها ابتداء من المطار وصولا إلى معبر رفح،
الخاوة يدفعونها لكي يخرجوا من معبر رفح ويصلوا إلى المطار. قالوا إنهم يطلعونا من غزة ويحكوا مع ناس بيعرفوهم، والناس هدول حكوا مع الناس اللي بيشتغلوا في المعبر أو والله ما بعرفهم بالضبط، فطلبوا منهم $6,000 على كل شخص. ف ومش بس برا، حاولنا إحنا من هنا من غزة إنه نطلع شوف طريقة إنه نطلع أنا وزوجي وولادي، فكل ما نشوف حدا أو نوكل حدا نقول له إنه بياخدوا الجهات اللي بتنسق $6,000 أو $7,000 أحيانا. هو كان التنسيق أول الحرب $2,500 على الشخص، بعدين غلي لأنه صار الحاجة والطلب للسفر أكتر، غلي فصار أعتقد 4,000، بعدين صار 5,000 وهلأ 6,000، وفي ناس بتقول $7,000. تكلفة الباص لا تتعدى $100، تكلفة التاكسي تزيد عن ذلك بقليل، ولكنهم يطالبون الفلسطيني بدفع خاوة مبلغ $5,000 أقله، ويصل هذا المبلغ إلى $10,000. كثير من النساء باعت حليها، أساورها، ذهبها لكي تستطيع أن تخرج هي أو أحد أبنائها أو بناتها من غزة إلى خارج غزة. بدي أرسق لأهلي. كم التنسيق اللي مع جواز فلسطيني؟ أهلي بغزة، بس أنا برا غزة. جهز مصاريف، ببلغك اليوم في الليل أو بكرة ببلغك موعد السفر. شهر إذا أهلك بيعرفوا تربح عدوار العودة. بيشلك الديالة اللي بعد يومين ترجع المعبر الساعة 8 تكون موجود. طلعنا متبزع عشان القصر هيك او زلت مصر وميكوريا وحاجة كده حلوة وشي. أنا أقولها لكم بكل صراحة، الفلسطيني الغزاوي لا يستطيع أن يتكلم في هذا الموضوع. الفلسطيني الغزاوي لا يستطيع أن ينبس ببنت شفا في وجه الضابط في المخابرات المصرية أو السمسار أو العاملين في شركة تهالة أو غيرها من الشركات التي تنقل الركاب الفلسطينيين من حدود قطاع غزة إلى القاهرة أو إلى المطار. وفي عام 2019 ظهرت جهة تعمل علنا في تسهيل عمليات التنسيق وبشكل حصري ودون منافس، تمكن من الوصول إلى مجموعة من الخيوط المتشابكة لشخصيات وشركات تربطها علاقة بشركة هلا أو تعمل بالوكالة عنها، منها شركة مشتهى للسياحة والسفر التي تعتبر إحدى أقدم وأهم الشركات الفلسطينية، حيث تأسست سنة 1965. أما الشركة الثانية والتي تعمل أيضا في التنسيق بالوكالة عن شركة هلا هي شركة حمد ستار للسياحة والسفر، لكن أحدث الخيوط في هذه الشبكة هي شركة إيزي ترافل التي أعلن عن انطلاقها في ديسمبر عام 2022. خصصت الشركة أرقاماً للتواصل مع منسقيها بتقصينا، ظهر أن الأرقام التي وضعتها شركة إيزي ترافل وتحديداً الرقم الثالث هو نفس رقم التواصل الذي تضعه شركة هلا على صفحتها، وهو ما يشير إلى أن الشركتين تعملان معاً، أو أن إيزي ترافل ما هي إلا إحدى الشركات التابعة لشركة هلا. لماذا الفلسطيني الغزاوي لا يستطيع أن يتكلم؟ لأنه ببساطة محصور بين إسرائيل ومصر. الطريق الوحيد له، الممر الإجباري له، هي الأراضي المصرية، وهذا هو باب الاستغلال الدنيء. لقد استخدم المصريون، ليس كل المصريين ما في شك، المصريون السفلة وهم فئة قليلة من هذا الشعب العظيم، استخدموا كل سفالاتهم وكل قذاراتهم وكل دناءتهم وصبوها على رؤوس الشعب الغزاوي. ماذا سيكتب التاريخ؟ ماذا ستقول الناس عنكم؟ أنا أحمل المسؤولية صراحة للرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، لأنني أتحدث في هذا الموضوع للمرة الثالثة أو الرابعة، وتحدثت عنه منذ سنتين، عن معاملة المخابرات المصرية والمسؤولين في شركة هلا للفلسطينيين الخارجين أو الداخلين إلى قطاع غزة، وتحدثت كيف يقضون حاجاتهم النساء في الصحراء. فيحمل أحد
الأبناء أو أحد المرافقين للمرأة البطانية لكي تقضي المرأة حاجتها في الصحراء. إلى هذه الدرجة الحقارة والدناءة والوساخة والوضاعة، إلى هذه الدرجة. أنا لا أدري، أطالب حقيقة الشعب الفلسطيني وكل مناصري الشعب الفلسطيني للذهاب والتظاهر أمام السفارات المصرية. إذا كنت تريد أن تساند أهل غزة فأنت لا تستطيع أن تدخل رغيفا للخبز ولا حبة دواء ولا شربة ماء. تظاهر من أجلهم أمام السفارات المصرية. لعل المسؤولين في مصر يخجلون على دمهم، لعلهم يفهمون بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وبأن هناك أناس يمكنها أن تحتج وتوصل الأصوات عالية إلى كل العالم. أنا هنا بكل جدية وصراحة سوف أتحدث مع عدد من الجمعيات البريطانية التي تنظم التظاهرات في لندن وفي مانشستر وفي غيرها من المدن. سأتحدث معهم عن ضرورة المشاركة في تظاهرات احتجاجية ووقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية هنا وفي الدول الأوروبية، وهذا عهد علي. سأتحدث بهذا الأمر، ولا أريد أن أدخل إلى مصر. أنا لست من غزة، الغزاوي لا يستطيع أن يتكلم، الغزاوي الممر الوحيد والإجباري له هي مصر. يتعين على الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة عبر مصر التسجيل لدى وزارة الداخلية الفلسطينية التابعة لحكومة حماس لطلب التصاريح التي يعطى فيها الأولوية للمرضى والطلبة وأصحاب الإقامات، على أن تشارك السلطات الفلسطينية قوائمها مع نظيرتها المصرية بطلب تسهيل مغادرتهم. وتكون الخطوة التالية هي رحلة في حافلات تشهد التوقف مرات عدة للفحص من جانب قوات الأمن المصرية، وعند الوصول خارج الجانب المصري ينتظر المسافرون للحصول على الموافقات الأمنية للدخول. هذه هي الطريقة الرسمية الوحيدة للخروج من غزة، لكن الإغلاقات المتكررة والإجراءات المعقدة وتكدس قوائم الانتظار فتح الباب لأشكال مختلفة من التنسيق غير الرسمي ووسائل غير مشروعة، من بينها الرشا واللجوء لسماسرة السفر. أما في حالة الحرب كما تشهد غزة الآن، فيحتل تجار السفر مكاناً أكبر في قلب هذه الصورة. أنا مصر ليست ممر الإجباري ولا الوحيد، وسوريا عندما كانت الممر الإجباري والوحيد ذقنا طعم المذلة في سوريا على يد المخابرات السورية، وكنا في لبنان. أنا طلقت لبنان وسوريا وتقريبا كثير من الدول العربية، وسأضيف إلى قائمة المطلقات مصر. لا أريد أن أذهب إلى مصر، وأريد أن أعمل ضد هذا النظام ابتداء من اليوم بتنظيم تظاهرات والترويج لتظاهرات والتحريض على تظاهرات أمام السفارات المصرية، تظاهرات سلمية. ولكن علينا أن نضغط من أجل أهلنا في غزة، علينا أن نفعل شيئا ذا قيمة من أجل أهلنا في غزة. نحن نستطيع أن نفعل ذلك، الغزاوي لا يستطيع حتى أن يشارك في مثل هذه النشاطات وهذه التظاهرات. أنا أقولها لكم بصراحة، والله لو رفعت في التظاهرة الأخيرة في لندن شعار افتحوا يا مصريين يا حكومة مصر، افتحوا معبر رفح لكي تدخل الناس وتخرج منه بكرامتها، أفضل من أن أحمل هذا الشعار الذي حملته أنه فلسطين بدنا نحررها من البحر للنهر. والله شعار موجه ضد السلطة في مصر الساكتة الخانسة الصامتة على كل هذا العهر أفضل بكثير من أن أرفع شعار تحرير فلسطين. تعرف أنه التنسيق كان 100 وصل لألف وصل لألفين لثلاث ألاف وصل لثمان ألاف وتسع ألاف وكل يوم عم بيزيد؟ أنتم متخيلين 9,000 دولار عشان واحد ياخد تصريح ويطلع من غزة؟ أنا أدعو كل من يستمع لهذا الفيديو للتشاور مع من يعرف هنا وهناك للبدء بالتحريض على ضرورة أن نتظاهر أمام السفارات المصرية، أن نشكل وأن ننظم وقفات احتجاجية أمام السفارة المصرية، وأن نحمل يافطات اخجلوا استحوا فليتوقف الإرهاب بحق أهالي غزة،
فلتتوقف الدناءة في مصر بحق أهالي غزة، وأطالب الشعب المصري أنا سأنشر عنوان مكتب هلا في القاهرة، وصلني العنوان ووصلتني قائمة الأسعار ووصلتني معلومات كثيرة دنيئة، والله أكاد أن أستفرغ وأنا أقرأ هذه المعلومات. فهناك الآن ما يشبه قائمة الأسعار محدثة لمن يسعى للخروج على كشوف التنسيق. فحامل الهوية الفلسطينية يدفع ما بين 5,000 إلى 9,000 دولار. يرتفع السعر للفلسطيني من الممنوعين أمنياً أو من ينتمون إلى عائلات المقاومة ليصل إلى 10,000 دولار حتى 15,000 دولار. وحتى حامل الجواز المصري يجب أن يدفع ما لا يقل عن 650 دولاراً، وإن كان الثمن قد يصل وفقاً لشهادات وثقناها إلى 4,500 دولار. أدعو للتظاهر أمام مكتب هلا في القاهرة أو في أي مدينة مصرية، أدعو الشعب المصري لسحق هؤلاء بالأحذية، أدعو الشعب المصري للتعبير عن تضامنه مع أهالي غزة برفع الظلم وبرفع الاعتداء على كرامة أهل غزة. سأنشر عنوان شركة هلا القميئة الدنيئة الحقيرة. أين هي الأصوات المصرية العروبية البطلة؟ وأنا أعرف كثير من أبطال مصر ويظهرون على الإعلام وعلى اليوتيوب ويظهرون على وسائل التواصل، لماذا لا تتكلمون بقوة عن هذا الموضوع؟ المشكلة تسيء لمصر، المشكلة تسيء لجيش مصر، تسيء لمخابرات مصر، تسيء لتاريخ مصر، تسيء لدور مصر في قيادة الأمة، لماذا أنتم صامتون؟ فلتتكلموا ولتتحركوا، لم يعد يكفي الكلام، الموضوع مزمن، الموضوع مزمن، والموضوع منذ سنوات وهو ينفذ. للأسف الشديد الكل ساكت والكل صامت، لا بد من التحرك الميداني ضد المؤسسات الرسمية المصرية لكي يتوقف هذا العهر وتتوقف هذه الاعتداءات على أهل غزة. للأسف الشديد الشعب الفلسطيني الآن يقع بين المطرقة الإسرائيلية وسندان الدناء المصرية، والله إنهم من أسوأ وأسفل الناس، والله الشعب المصري منهم براء، والله الجيش المصري منهم براء، والله المخابرات المصرية منهم براء، ولكنهم يسيطرون على المعابر من المطار إلى رفح، يسيطرون على المرافق، من أعطاهم هذا الحق؟ أليست السلطات الرسمية؟ لماذا يا فخامة الرئيس السيسي يحصل هذا في بلادك وأنت رئيس البلاد؟ لماذا تسكت؟ لماذا لا تحاسب هؤلاء الفاسدين الذين يسيئون إلى البلاد ويسيئون إلى الأمة العربية ويسيئون إلى الإسلام ويمتهنون وينتهكون كرامة النساء الغزاويات الشريفات الأميرات وينتهكون كرامة الرجال والأطفال وحتى الجرحى وحتى المرضى؟ لماذا تسكت يا فخامة الرئيس السيسي عن مثل هذه الآفة التي تستطيع أن تنهيها بكلمة واحدة منك؟ أي ضابط كبير شريف في المخابرات يستطيع أن ينهي هذه الحالة بكلمة واحدة؟ اعتقلوا هؤلاء وأدبوهم، أنتم مسؤولون، أنتم مسؤولون، لا نستطيع أن نلقي باللائمة هنا وهناك، إسرائيل عدو، أما أنتم فلستم عدوا، لماذا نلقى منكم هذه المعاملة السيئة؟ لماذا نلقى منكم هذا العمل فوق جرحنا وظلمنا ومأساتنا؟ نحن شعب يعاني في وجه إسرائيل ويعاني في وجه كثير من الأنظمة العربية التي لم تعطينا حقنا، التي لم تعاملنا معاملة البشر. والله هناك دول كثيرة عربية ولا أريد أن أسمي في الليل والنهار تهتف لفلسطين، والحكومات فيها لا تمنح الفلسطيني تأشيرة زيارة. والله هناك شعوب عربية مظلومة ومقهورة ومقموعة لأنها تؤيد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. يكفي هذا، يكفينا إسرائيل، يكفينا أننا منقسمين، يكفينا الحمقات التي ترتكب، يكفينا نهر الدماء الذي ينبع الآن من أرض غزة، يكفينا الجوع، يكفينا العطش. يا أخي أنا لا أريد أن أموت وأنا موجود في غزة، لماذا يجب أن أدفع 10,000 دولار لكي أهرب وأنجو بنفسي؟ أنا لا أريد أن أموت يا أخي، أنت تفرض علي الشهادة فرضا بأي حق؟ أين هي القيادة الفلسطينية؟
أين هم أصدقاء مصر؟ أين هي السلطة الفلسطينية؟ أين هي حماس التي قياداتها تذهب وتجيء VIP عبر المعابر والحدود؟ كيف ترتضون على أنفسكم أن تمروا VIP وشعبكم يذل على نفس الحدود ونفس المعابر؟ أين هو محمد دحلان صديق مصر؟ أين هو محمد دحلان صديق مصر؟ لماذا لا يتدخل في هذه القضية؟ أين هو محمود عباس صديق السيسي؟ أين هو خالد مشعل واسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق؟ أين هم؟ كلهم يذهبون إلى مصر، كلهم يجلسون في فنادق القاهرة ويعقدون اجتماعاتهم ويختلفون ويتفقون ويتبروزون أمام وسائل الإعلام ويعقدون المؤتمرات الصحفية. لماذا لم يقم أحد بالحديث عن هذا الموضوع، بحل هذه المشكلة المزمنة التي تخنق أهل غزة خنقا؟ لماذا؟ لماذا؟ أعوام من تعقيدات الأمن وتشابك المصالح، وقبلها الحصار المطلق، كلها حولت العبور عبر بوابة رفح إلى تجارة منظمة. الجديد فيها هو المبالغ الباهظة التي تستغل حاجة الغزيين إلى الهرب من الحرب. يتغير كل ما في المشهد، ويبقى الثابت وجود بوابة واحدة أمامها تدار حسابات السياسة والمال، وخلفها تتراكم أقسى صور الموت والمعاناة. أنا أطالب الجميع، أطالب الجميع بالوقوف عند مسؤولياتهم في هذه المسألة، أطالب الجميع بالوقوف عند ضمائرهم في هذه المسألة. والله لن يرحمكم التاريخ، لن ترحمكم الناس بدعائها عليكم وعلى من يقف وراءكم وعلى الصامتين عن هذه المسألة الخطيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.